عليكم أصدقائي متابعينا محبين على قناتي. اليوم راح أسوي لكم طريقة عمل سلطة الباذنجان. وسلطة الباذنجان سلطة طيبة وشهية بنفس الوقت. طبعا المكونات اللي راح أحتاجها هنا، عندي هنا الباذنجان قليته بهالشكل هذا، سووه على شكل شرائح ويكون محمص. أصدقائي هنا عندي الفلفل الألوان، هنا عندي الخيار، هنا عندي طماطة، هنا عندي البصل، هنا حبتين من البصل، هنا واحدة من الطماطة، هنا خيارة 100 غرام، هنا عندي نصف الفلاية أخضر، نصف الفلاية أحمر وأصفر بنفس الوقت. هاي المكونات لازم كلها تنثرم بشكل واحد، يعني شرائح تصير مثل الخيار. هنا هسه راح نحكي على المكونات اللي راح نضيفها وياها. هنا عندي الكمون، ملعقة ونص من الكمون. هنا راح احتاج زيت الزيتون، راح احتاج دبس الرمان، راح احتاج الصاص. هذا الصاص يعني هو النكهة مالته اللي ينطي للتتبيلة مالته. هنا عندي الملح. هسه راح انا طبعا ثرمتن عمود ما يطول عليكم الفيديو، ثرمتن بشكل جيد. وهسه راح نضيف المكونات خطوه بخطوه. هسه راح نضيف هنا الفلفل، هنا راح اضيف الخيار، هنا راح اضيف البصل. نخلط هاي المكونات بشكل جيد اصدقائي، ونضيف الطماطة وبعدين نضيف الباذنجان. شوفوا حبايبي بهالشكل هذا، كلها شوفوه قطعة واحدة صايرة. هسه راح اجي نضيف الطماطة، وراح اجي اضيف هسه الكمون هنا عندي، هسه راح اضيف هنا عندي زيت الزيتون، ضيف قليل من زيت الزيتون حسب الكميه اللي راح نحتاجها. هنا عندي دبس الرمان، هنا الصاص، طبعا هو لعبتها بالصاص، الصاص كلش مهم بهاي الزلاطة. هسه راح اضيف الملح، اخلطهم بشكل جيد المكونات كليتهن. طبعا الزلاطة هي الشهي والجهال الكبار يحبوها نفس الوقت. هسه راح نجي نضيف الباذنجان، اخر شيء نضيف الباذنجان. نحطها بشكل جيد حبايب قلبي. هسه راح يكون عندنا الطبق جاهز. سلطة طيبة وبنفس الوقت الضيوف يحبوها، فهذا سلطتنا لهذا اليوم. ولا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا.